في كتاب بيعلمنا وهو اسمه كده كمان اتصرفي كسيدة وفكري كرجل. في كاتب ومذيع أمريكاني مشهور جدا اسمه ستيف هارفي بيقول دليل للمرأة عشان تفهم كيف يفكر الرجل. هو كان بيعمل برنامج في الإذاعة وكان متخيل إن هو يدوبك كده مع ربات البيوت، فدخل في القصة وبدأ يفهم عقلية الرجل ويشرح اختلافات مختلفة وكبيرة جدا بين ما تريده المرأة وما يريده الرجل، وشتان بين الاتنين، وشتان بين تعبير كل واحد فيهم عن نفسه. بيقول إن المرأة هي، وأنا مؤمنة معاه جدا بالقصة دي، هي اللي بتحدد طبيعة علاقة الراجل بيها، هي اللي عليها إنها تتعرف هو أو تتفهم أو تدي أوردر ليه من غير شكل الأوردر أو بشكل غير مباشر، هو هيتعامل معاها إزاي، بجدية ولا باستهتار. وبيقول يا مفيدة إن أي راجل مش عايز من المرأة في الأول إلا إن هو مثلا يبقى هي عجباه، فهو في فترة الإعجاب إن هو يقيم علاقة معها، يعني مجرد إعجاب عابر، وبالتالي هي اللي بتقرر إنها تبقى عامر ولا عابر. إذا كانت هتقبل إنها تبقى عابر ليها مواصفات، وإذا كانت هتقبل إنها تبقى عامر ليها مواصفات ومستلزمات خاصة جدا. يعني الست هي اللي بتفرض على الراجل طبيعة العلاقة. وبيشبه ده مفيدة بالسمك، احنا دايما نقول إن الراجل هو أقول اللي وجهة نظري الأول في ستيف هارفي قبل ما تحكي. ستيف هارفي رجل ذكوري بحت، يعني هذا الرجل لا يفكر في مصلحة النساء خالص. هو رجل مشهور جدا، ابتدى من تحت صفر جدا، ما كانش لاقي ياكل، والظروف وحياته اتغيرت بعد ما بقى واحد من اشهر الستاند اب كوميديانز الموجوده في امريكا. بعد كده بقى مؤمن ايمان رهيب ان كل حاجه بايد ربنا، هو ده ايمانه البحت. والحاجه الثانيه ان الرجل فقط دوره في الحياه هو المتعه الجنسيه من المراه، وهو ينظر دائما للمراه على ان بص يا حلوه انت اخرج بالنسبه للراجل المتعه الجنسيه. فقرر ان هو يعمل ايه؟ قرر ان هو يعمل كتاب، قال يعني ان هو هيساعدنا في ان احنا نعرف ان كان الراجل قدامنا ده بيصطادنا ولا مش بيصطادنا. انا اني سمكه؟ انا السمكه اللي هياكلها ويرميها في البحر بعد شويه، ولا السمكه اللي هيقعد يفصصها حته حته، ولا السمكه اللي هيشويها على النار، على نار بارده وهاديه؟ وعاش في دور ان هو مدينا كم كبير من المعلومات اللي بتقول للست خلي بالك علشان تعرفي ان الراجل ده جاي يصطادك، او علشان تبقي ست تقيله في حياته لازم تعملي واحد اتنين تلاته.